صباح الخير لمشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا بلبنان وبكل أنحاء العالم. اليوم الجمعة ونهار الجمعة مبلش هيك نفرفح شوي لأنه خلص الشغل، خلص الأسبوع العمل وبلشنا نتحضر للويك أند، وطبعا بيكون في عنا مشاريع كتير براسنا للويك أند. ولكن هيك اليوم عم فكر بشغلة أنه أوقات منعيد نفسنا، وحتى لما بيكون في عنا فرصة بمشاريعنا بظهراتنا بالناس يلي منلتقيهم، فليش اليوم ما نفكر شوي انه نظهر هيك من هالدايره يلي بتخلينا نكون دائما مطمئنين، من هالدايره يلي ما بتخلينا نغير ببعض الاحيان او نجدد ان كان بالشغل او برات الشغل. فخلينا اليوم ناخذ او يكون عندنا الجراه انه نظهر من هالكومفورت زون ونقدر نجرب شيء جديد، نتجرأ على انه نجرب شيء يمكن لنا زمان عبالنا نجربه ومنخاف، نحط هيك شجاعتنا قدامنا and go for it. شو يا فادي؟ فادي غير اليوم go for it. غير اللون اليوم. غير اللون. أنا غيرت شعراتي، كل واحد مغير شيء اليوم بالاستوديو. صباح الخير. صباح النور. اشتقت لك فادي. أنا كمان. ولو؟ أنت مختفية. وأنا؟ وأنت سفرة رايحة وسفرة جاية، شو بعرفني وين بتكون؟ فادي شو الأخبار؟ تمام. كله مش أخبارك يعني؟ رح نحكي شوي بالتكنولوجيا. أكيد أكيد رح نحكي عن ديفايس جديد للفتنس، كمان بكرة بركي أمين بيعطينا رأيه فيها. بلس تعرفي أنه كل العالم هلأ بده يجي موسم البحر، بدها تخفف وزنها، فببلشوا يستعملوا البديل عن السكر اللي هو فيكون شو ما كان، يعني مش رح نقول الماركات بس رح نشوف هالبديل سكر عن السكر الدايت. مثلا تينا عشان تضحك هلا انا ما بحبه هيدا الشيء. لا ما اكزاكتلي مضر اكثر من سكر افون. اكشلي هلا بس اسمعوا شو عندي رح تغيروا رايكم. عم نحكي عن السكرين، ما عم نحكي عن الاسبرتام. لانه الاسبرتام مصيبه يعني، من فادي من فيد محل من ضر فادي عم بينتقل من تكنولوجي لايت رايت. انا شايفه ولا جيت فيت يعني، هو ضمن كله تكنولوجي، كله بيلحق بعضه. جامع كل الفقرات عنهم. اكزاكتلي تينا معناتها انه تفضلي روحي اعملي شوبينج ارتاحي. زوم تينا رح نكون انا وياكي باب تو ديت، وبالاضافه لهيدا عندك فقرات كمان اليوم في واتس كوكينج. اليوم معنا وصفتين ب واتس كوكينج، اكيد بزيت لا ما في سكر اليوم. في عنا هاند ميد، فكره كثير مهضومه للاشخاص اللي بحبوا يحضروا اشياء بالبيت، هيك اشغال يدويه خفيفه. فرح اعطيهم فكره لذيذه. ما بعرف ليش قاعد عاقل هالقد هلا قبل ما يطلع الهواء بشوي. فادي متنكر بحبه خردل اليوم. عن جد لون جريء. عم تحكي عن الجرأه، بدك جرأه اكثر من هيك؟ هذا اللون ما قلنا لكم الخردل العنيف. لحظه هي ثاني مره بتسال علي هلا على اللون. لكن بس انا وتينا كنا عم نتشارك نفس الراي. بس مبين شتله خردل. اذا بناخذ شوي فادي بناخذ شوي فادي بتشوف بتشوف الحشيش حواليه، لازم بين شتله حده. مبين لحظه مبين مثل التورنسول، مثل دوار الشمس. قرب قدام هالجرين وول. بس بالبقلو هاللون، يعني بدنا نعترف بالبقلو هاللون. بالبقلو كل شيء فادي. بخصوص الطبيعي، بخصوص الايتمز اللي عم بيحكي عنهم، انا امبارح قلت انه فقرتهم صار اسمها تك فيت مش تكنولوجي. دائما بيحكوا عن اشياء بالفتنس وهذا شيء كمان. لا بس مزبوط، ما تقوصوا بعض هلا. مزبوط بالعكس، هذا كريدت. شو عنا اليوم امين؟ رح نشتغل لور بادي اليوم لانه الاثنين ما اشتغلنا لور بادي. رح نكون نحكي شوي عن البلايومتريكس او الاكسبلوزيف اكسرسايزز للور بادي. اكسبلوزيف مش غلط، نحن ناطرين اكسبلوجن بعد شوي. واكيد المشاهدين ناطرين تقرير اليوم يلي هو من دوما، ليه هي مدينه؟ خلينا نشوف. ضيعة تراثية، ضيعة قديمة من أجمل ضيع بلبنان تقريباً أو وأكثر يعني. دوما مدينة صغيرة بأعالي جرود البترون، فيها كل شيء يعني، فيها مدرسة تكميلية، فيها ثانوية، مهنية، دائرة نفوس، متحف تراثي، سجن، محكمة. إذا وقفنا من فوق عمال الطريق بشعلة منشوف دوما كلها الأرميد بتشوفي الضايعة بتجنن، بتبين معك من كعب الضايعة أنها مثل عقربة، مثل عقربة. هلا ليش ما حطحت ممنوع حدا يعمر؟ لأنه هي شكلها جاي شكل العقربة. دوما اليوم زي تقول تفاحة، قبل كان شو ما بدك فيها،
حتى هون تحت على السنترال في معصر تمتوب. يا تينا من زحلة من دوما الرائعة لا زحلة الأروع وزحلة هيك خبر حلو كمان بيشجع السياحة الداخلية بزحلة انتصر الحق الحمد لله وقدروا ينقلوا معمل الإسمنت الشهير يلي تابع للفتوش من داخل المنطقة لضواحي المدينة لحتى يقدروا أكيد يريحوا هالسكان من الضرر ومن التلوث يلي ممكن يكون عم يتسبب فيه هالمعمل وأكيد على أمل أنه كل المناطق يلي فيها هالمعامل تقدر تتخطى التلوث وتنقل لمناطق تانية لحتى يعني تسهل حياة هالمواطنين وتخفف عنهم الخطر وأكيد أعربت كتلة نواب زحلة ببيان عن تقديرها للمساعي يلي قام فيها مجلس ساقفة المدينة وتوجهت أكيد بالشكر للجميع على أمل أنه كل مناطق لبنان تصير نظيفة وتفرج الوجه الحضاري والوجه الأخضر للبنان الأخضر. رانيا إذا مش عاملة مشروع الليلة وزارة عاملة لا أنا بنصح تكنسلي بس الليلة لأنه وزارة الثقافة ضمن شهر الفرنكوفوني حبت أنه تفتح كل متاحف لبنان بالليل ضمن هالفكرة ليلة المتاحف في 10 متاحف بلبنان رح يضلون فاتحين بين 5 بعد الظهر 11 بالليل أكيد هيدي مبادرة كتير مهمة تنمو الحس الثقافي والتوعية على أهمية المتاحف ببلدنا فكل اللبنانية والسواح مدعوين انه ينزلوا على هالمتاحف بسرعه رح عدهم المتحف الوطني ببيروت المتحف المعادن بجامعه القديس يوسف كمان بنفس الجامعه في متحف ما قبل التاريخ فيلا عوده متحف الجامعة الأمريكية متحف مصرف لبنان متحف كاثوليكوسية كليكيا للأرمن الأرثوذكس متحف الأرمن الكاثوليك المتحف الإثنولوجي بجامعة البلمند فهيدي فرصة ومتاحف يمكن ما كنا منعرفها أكيد اليوم عنا الفرصة أنه نتعرف عليها وهالشي بينطبق على كل مناطق لبنان مش بس ببيروت ودواحي فهيك الواحد ما بيعلق بعجقة بيقدر ينزل هو أصحابه والعائلة ونهار جمعة ويكند فحدا الأولاد كمان فيهم يسهروا شوي مش غلط فكرة رائعة جدا وهيدي هي الثقافة بحد ذاتها تينا يعني المتاحف هن عندهم شق كبير من أسس الثقافة للمواطنين فيلا بلا مشاريع سهرات وظهرات وعشوات خلينا نمشي ونتحرك ونسقف حالنا شوي خبر تاني عن أكيد التغريدات يلي منشوفها على تويتر وعلى مواقع التواصل الاجتماعي انشغلوا المغردين بزيارة الوزير جبران باسيل لرئيس القوات اللبنانية وكان الأجواء حلوة كتير وأكيد مبسوطين كتير نحن لهالحوارات وكل الناس ممنونين على هالجو الإيجابي يلي عم بيكون سائد بين الكتل بلبنان ولكن كمان انشغل المغردين بزيارة تانية وهي زيارة فنية سياسية للفنانة سيرين عبد النور وزوجها ومدير أعمالها فريد رحمة لمعرب وين التقوا كمان برئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وزوجته النايب ستريدا جعجع بحضور رئيس جهاز الأنشطة بالقوات اللبنانية إلي يحشوشي وغرد جعجع معبرا عن سروره بهالزيارة عم نشوف الصور والجو الودي يلي كان سيد بهالزياراتنا رح نشوف صور بعدنا ضمن الصور ولكن صور للوحات رائعة رانيا وما رح تصدق مين عملهم هالرسمات هذا الشخص عم نشوفه عمره اليوم بـ30 سنة ولكن بعمر الـ11 فقد نظره وأكيد عايش فترة طويلة من حياته باكتئاب أكيد فقد كل الأمل أنه يطلع منه شيء بحياته لا بعد كم سنة رجع بلش يتذكر ألوان براسه وحاب يرجع هيك يختبر بالبنتور والأنابيب والفرشية وطلع منه هالفن الرائع واليوم عنده هالبينتينجز اللي صارت قيمتهم كتير عالية خاصة أنه هو شخص أعمى رانيا طبعاً وعم نشوف هون شي مذهل شي مذهل ومؤثر جداً تينا وكأنه هيك عم نشوفهم ظاهرين من كله من ضمن حلم. ذكرياته صحيح يعني صحيح. 11 سنة
11 سنة فترة طويلة الواحد يخزن ذكريات. نعم. فكل رسمته من هالذكريات. وشفنا كمان رسمة عيون، يعني قد ايه هالموضوع مأثر فيه هو شخصياً، ومزيج بين هالألوان الغامقة، الألوان الليلية للأشخاص يلي ما بيشوفوا مزبوط. جون براملت اسمه، إذا حابين تشوفوا أكثر رسوماته على الإنترنت أكيد. خبر رح أقوله أنا وعم بجقر كتير وأنا ومعصبة كتير، عن رجل بمصر من بعد 3 ساعات من ما تزوج ضرب زوجته بطريقة عنيفة لدرجة أنه نقلت على المستشفى وتبين أنه عندها كسر بالجمجمة وكسر بالحوض، وصارت هالقصة نتيجة لتعليمات والدته لهالعريس يلي كانت متأسرة أو كانت عم بتعاني من مشكلة مع أخواته الشباب يلي هن 2 ويلي تزوجوا وكان في سيطرة تامة من زوجاتهم عليهم. هالموضوع كان زعجها كتير وكانت عم بتحس أنه في نقص عند أولادها الشباب، فعلمت هالشاب الصغير يلي هو آخر شبابها يلي اسمه سليم أنه من أول ليلة يضرب زوجته لحتى يفرجيها العين الحمراء منذ البداية، وهيك صار. ولكن تطور المشكل، ولما ضربها أول كف وتاني كف وتالت كف وقفت بوجهه وخانقته تينا وقوى المشكل، فبقطعة حديدية ضربها على راسها وما عاد واعي شو عم يعمل لدرجة أنه تكسرت وغابت عن الوعي، نقلت على الطوارئ وعندها كسور. طبعا تم إلقاء القبض عليه، ولكن خبر يعني مش مقبول كمان. رح ننتقل لصورتنا اليوم توداي سبيك، اكيد من صور انتم عم تبعتوا لنا اياهم على mtv.com.lb. صورة اليوم لعاصمة بيروت وشوارعها من داخل حرم الجامعة الأمريكية. شو هاللقطة روعة الحلوة وشو هالألوان، شايفين إضاءة روعة. وأشجار وأزرق كمان من بيروت السماء. وهيك تينا أكيد عنا صورة اليوم، عنا كوت أوف ذا داي، ومنذكر المشاهدين بكل الفقرات. منبلش بالبيك أوف ذا داي. مار أفرام السليني اليوم القول بيقول احمل الصليب واطبع صورته على على أعصاب أعضائك وقلبك. ومنشان هيك اليوم رح نحكي عن قديسة عملت هالشي، ولكن قبل بدنا نذكر المشاهدين أكيد أنه فقرات يلي عم بيشاركونا فيهم مكملين وهن كوكينج طبعاً معكم تينا أنت وستيفاني كل نهار سبت، وريلوكينج تغيير باللوك مع ريتا لما. أكيد بيتم الاتصال بوقت سابق لحتى يحضروا لهالشي على أرقام الام تي في يلي عم بتشوفوها قدامكم، وكمان على صفحة فيسبوك الخاصة ام تي في الايف، ونحن ناطرين اتصالاتكم اقتراحاتكم وكل طلباتكم مشاهدينا. الطقس اليوم غائم جزئيا، ولكن الحراره رح تحسوا انه هيك بلشت ترتفع، بلشنا نشوي بشوي، فالكنزات السميك والجاكيتات صار فينا نشلحهم بالويك اند. السيزون حلو. اكزاكتلي بعدين جاي الشعنين الاحد فهيك يستفيدوا ان شاء الله يكون الطقس حلو، اشياء حلوه خفيفه وملونه. ملونه تينا. اكيد قديس اليوم او قديسه اليوم هي القديسه رفقه. القديسه رفقه يمكن يلي كثير ناس بيعرفوا تضحيتها او الالام يلي عاشتها مع الام المسيح. خلقت القديسه رفقه بحملايا الاحد الاول من تشرين الاول سنه 1885، ودخلت الى الدير وصارت تصلي طالبه من الرب انه يشاركها بالامه، فاستجاب لسؤالها وبلشت الاوجاع المؤلمه براسها، امتدت لعينيها وباقت جميع المحاولات بمعالجتها بالفشل. فمنشان هيك ارسلت الى بيروت للمعالجه، مرقت على ماريو حنا جبيل، ماريو حنا مرقص، وين شايفها طبيب أمريكي، ولكن كمان ما قدر شفاها إلا بإجراء عملية، وعملية مؤلمة جدا. ما قبلت أنه ينعمل لها بنج، وقالت أنا بدي أتألم مع ألام المسيح. وللأسف أو الألم كان كتير كبير لما قرروا أنه يقتلعوا عينها، ما قدروا يعالجوها أبدا. ومن بعدها انتقل هالمرض لعينها الثانية، وكمان ضل الألم والوجع مرافقها كل حياتها لمماتها أكثر من 12 سنة، وهي صابرة وصامتة وعم بتصلي مع ألامك يا يسوع.
توفيت ب 23 آذار 1914 بدير مار يوسف بجربتا. أعلن قداسة البابا يوحنا بولس الثاني مكرم ب 11 شباط 1982، ثم طوباوية ب 17 تشرين الثاني 1985، وكانت قدوة ومثال لعبادتها للقربان المقدس ولليوبيل القرباني عام 2000. رفع البابا قديسة على مذابح الكنيسة الجامعة ب 10 حزيران سنة 2001. وهيدي كانت قصة القديسة رفقة، كل ما بنسمعها بنرجع نتأثر فيها. تينا شكرا لي. اليوم انا يعني اكثرية فقراتي ربيعية، ما بعرف انت ضيوفك شو مواضيعهم. انا صيفية سبقتي. موضوعنا له علاقة بالربيع بإيت رايت وهاند ميد كمان. نحن رح نكون ناطرينكم اكيد، رح ناخذ هلا وقفة مع اوتو فوكس ونرجع لـ MTV Live.